بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للي يستخدم الباور سبلاي الريدن، راح نشوف طريقة إظهار الباور سبلاي على برنامج التصوير للي عندهم قنوات. مبدئيا أشبك أنا الباور سبلاي على الكمبيوتر عن طريق المنفذ اللي موجود. خلونا نشوفه مع بعض. ثواني. تمام، مثل ما احنا شايفين اشبك انا بس هذا الطرف على الكمبيوتر واشغل الباور سبلاي زي ما احنا شايفين. تمام، نجي بعدين على البرنامج نختار المنفذ 19 ونعمل كونكت. لازم تظهر عندي انا البيانات، نعمل كونكت. لازم يظهر عندي انا الفولت الرئيسي والفولت العادي وكل التفاصيل تظهر معي انا على اليمين. رشم البطل بطل يشتغل. ارجع اسكر برنامج، ارجع افتحه، اختار الكم، ما فيكم وكان الكيبل في الباور. تمام، 19 كونكت. تمام، اخذ هذا هو الفولت 4.2 وسحب الامبير وكله تمام. الان القراءه ظهرت على البرنامج. في حال انا شبكت جهاز وردت اشغله هتطلع معي البيانات. طبعا انا محتاج اطلع البيانات هاي على برنامج OBS. طيب اول شيء اجي اعمل display capture، لا windows capture، display capture. تمام، display capture اسميه مثلا volt، هذا نسميه volt. اوكي، اروح اختار فولت. تمام، نختار اللي شفناها ويندوز كابتشر. تمام، ونختار الريدن. طبعا ما حيطلع معي شيء، انا بهالحاله ما حيطلع معي شيء. اعيد انا مره ثانيه، ارجع احذف عشان نعرف من فين نبدا. بعد ما طلعنا الشاشه والصوت وكله تمام والبرنامج شابك، نختار ويندو كابتشر. تمام، ونكتب حرف الفي، نختار الفولت. تمام، الريدن هنا ما ظهر معي، يعني ما ظهر معي، ما طلع الشاشه، ما طلعت معي. فاجي انا احط خيار الثالث، خيار ثاني، طبعاً. الان ظهرت معي انا الويندو هاي ظاهره معي. طب احتاج اني انا احط الفولت في الزاويه، اجي اضغط الت على الكيبورد، الت واضح اشاره الالت، الت واصغر مع الماوس لين ما اوصل ل الفي بهالشكل، بعدين اشيل اصبعي عن الالت وارجع اكبر. تمام، مره ثانيه اضغط على الالت واصغر من فوق، واصغر من اليمين، اصغر من اليسار، اصغر من تحت. هذا ايش معي انا؟ هذا الفولت. طبعا مو هذا الفولت اللي انا احتاجه، غلط. ايش اساوي؟ ارجع اضغط الت واكبر. انا احتاج ال 4.2. تمام، هذا هو.
هذا اول واحد 4.2. طيب انا حطيت الفولت، احتاج احط الامبير، ارجع احط اشارة الزائد، بعدين ويندو كابتشر، بعدين اكتب اي اوكي ريدن، اجي اخذ خيار الثالث اوكي تمام، هذا ارجع اضغط الت واجي على الامبير بهذا الشكل تمام، وارجع ارفع من تحت بهذا الشكل، بعدين اكبر الالت الاي بدون الت، التكبير بدون الت، اما التحديد في الالت. الان اصغر تمام مع الالت، اصغر مع الالت، اصغر مع الالت، اسحبها احطها معها بهذا الشكل تمام. الان الاثنين صارت مجموعه واحده، A و B مجموعة واحدة، طبعا احتاج احطهم في مجموعة واحدة ما اخليها بهالشكل، اجي اضغط كنترول احدد الاثنين، اضغط عليها في اليمين واكبس اختار جروب في خيار دمج تمام، جروب اعمل جروب اسميه انا باور BWER باور تمام، اجي احدد الفولت والامبير مع بعض واسحبهم واحطهم في الجروب، خلاص صار هذا الجروب، اضغط عليه يفتح عندي انا هذا وهذا. في بعض احيان بعد ما اطفي انا الباور وارجع اشبك ما حتظهر معي، كل اللي علي اني انا اضغط على الاي واكبس على هذا واختار الريدن مره ثانيه، في كل مره اني افتح لحتى اصور الباور سبلاي. الان على فكره الان اذا اختار انا اضغط على الباور صار خلاص اتحكم في الاثنين مع بعض، ما اتحكم في واحدة واحدة، خلاص الاثنين مع بعض يمشوا. اذا افتح اختار لوحدها يصير هذا لوحده يمشي لوحده، البولت يمشي لوحده، هذا يمشي مع بعض. طيب في حال اني انا طفيت الباور وسكرت وجيت ثاني يوم اريد اصور فيديو ثاني، افتح الباور سبلاي اشوف ما حيظهر معي شيء، كل اللي علي اني افتح انا السهم واضغط على الاي وارجع اختار بعد ما اعمل كونكت، اكون فاتح البرنامج وعامل كونكت وطالع الفولتات على اليمين وكله تمام، اعمل انا اضغط واختار الريدن. بامكاني انا كمان احط السحب الجهاز على الباور سبلاي او المخطط البياني. فهذا للناس اللي تستخدم هذا البرنامج، اذا نجي مثلا على جهاز هذا مثلا 8 بلس شوف هذا الجهاز مثلا هذا هو، تمام شايفين 4.2 هذا سحب الامبير، انا اشغل هذا هو الامبير صار يسحب معي على الشاشة والجهاز هذا هو فتح معي. مثل ما ذكرت في حال انك سكرت ورجعت فتحت مرة ثانية ما حتطلع معي البيانات، لازم انا افتح على الـ A واختار ريدن واختار الباور سبلاي. وفي حال يوم انا اضيف اي شيء مثلا المخطط البياني خلينا نسميه WW تمام، ما حيطلع معي شيء، لازم اختار انا بدل مو اوتوماتيك احط ويندوز 10 تمام، واعمل اوكي بعدين اضغط الت مثل ما ذكرت واخذ انا المخطط البياني اذا انا اريد اطلع المخطط البياني في الشاشه. هذا الكلام ينطبق حتى اذا انا اريد اطلع ZXW او اطلع اي شيء في الشاشه. فشفنا مع بعض طريقة توصيل الجهاز وإظهار الفولتات والأمبيرات على الشاشة على باور سبلاي ريدن. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.